بحضور أكثر من 400 متخصص وباحث من 11 دولة اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان لعرض 56 بحثاً في الهندسة الميكانيكية في مؤتمر الهندسة الميكانيكية الأردنية الدولية التاسع، والذي يتناول مجموعة من المحاور أهمها محور الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة. احنا كنا اول من وضع تشريعات للتعامل مع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، واليوم الطاقة المتجددة اصبحت تشكل 8% من استهلاك الاردن من الطاقة الكهربائية، ونأمل بانها تطلع لعام 2020 لحوالي 20%. مرحلة الطاقة المتجددة واحنا بالاردن عمليا عم نستفيد فقط من انه 8% اللي دورها في عمليه انتاج الطاقه الكهربائيه والضغوط اللي بتتعرض لها الميزانيه، كيف ممكن المهندس الاردني يساهم في تطوير الابحاث والدراسات والتجارب العمليه من اجل تخفيف العبء على فاتوره الطاقه في الاردن. ويهدف المؤتمر الى رفع الوعي تجاه تطورات ومستجدات تطبيقات الهندسه الميكانيكيه وتمتين الروابط بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، بالإضافة إلى التركيز على محور الطاقة البديلة أو المتجددة في الدول العربية التي تعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء، ومنها فلسطين والتي تسعى مع نهاية عام 2019 إلى تجاوز نسبة استخدامها 20%. هو القطاع يعني في تحديات، يعني من ناحية بحثية، تحديات بحثية في تخزين الطاقة، الشبكات اللي هي ربط الطاقة مع الشبكات الموجودة التقليدية، فبالتالي في مجالات بحثية، في مجالات اللي في مجالات تخزين الطاقة. تقريبا إن شاء الله في 2019 راح تكون عندنا تقريبا نسبة 20% من الطاقة البديلة راح يتم استغلالها في من ضمن الطاقة المستغلة في فلسطين، فيعني تقريبا إن شاء الله في عندنا نسبة كثير كويسة اللي هي 20% راح يتم اللي هي الوصول لها العام القادم إن شاء الله. ويناقش المؤتمر 5 محاور رئيسية بالإضافة إلى الطاقة المتجددة: التصميم والتصنيع والعلوم الحرارية والموائع والتحكم والأتمتة والتعليم الهندسي، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية للمهندسين المشاركين من أجل تبادل الخبرات والخروج بتوصيات تسهم في تطوير هذا القطاع. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في العاصمة الأردنية في إطار سعي الحكومة ونقابة المهندسين الأردنيين إلى رفع كفاءة المهندسين في كافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة البديلة. دام الكردي، قناة الغد، عمان.